اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من حلقات برنامج يومك ويلي حنقدموها اليوم انا وعبير. مساء الخير علي ومساء الخير على كل مشاهدينا، مساء جديد ومساء سعيد يتجدد معاكم اكيد بفقرات وضيوف برنامج يومك. حلقه اليوم حلقه الاثنين. اكيد عبير، خلينا نذكروكم في البدايه يعني زي العاده لازم ما تخشوا لصفحتنا على فيسبوك برنامج يومك وهي طالعة حاليا على الشاشة، وكذلك على صفحة قناة ليبيا على فيسبوك تقدروا تتابعوا البث المباشر للحلقة، وأكيد تشاركونا بكل تعليقاتكم وراكم والمواضيع اللي حابين تسمعوها خلال الفترة الجاية. مظبوط، اليوم أكيد 5 أكتوبر، تعرفوا بأن اليوم هو اليوم العالمي للمعلمين، تحية تقدير وإجلال لكل معلم أثر في حياتنا وأكيد صنع أجيال وكبر أجيال في الكثير من المجالات. اليوم مش نقول لهم تحية فقط، تحية إجلال وتقدير وكل شيء من مشاعر جميلة وأصيلة لكل معلم ومعلمة. أكيد طبعا عبير، إحنا في حياتنا كلها أكيد في مرحلة ما كان في أستاذ أو أب لأثروا في حياتنا وخلونا نتغيروا وأثروا فينا يعني أكيد. وفي مسار حياتنا بشكل عام. طبعا باش الناس تفرق، اليوم هو اليوم العالمي للمعلم مش اليوم الوطني للمعلم اللي هو يصادف 10/3، لكن اليوم العالم كله يحتفل بعيد المعلم، وفي نفس الوقت السنة هذه مدايرين الموضوع هو موضوع حقوق المعلمين. عبير، مني أكثر أبلة أو أستاذ في حياتك أثروا فيك وقاعدة متذكر فيهم لحد اليوم؟ صراحة قاعدة متذكرة عندي زوز يعني في مرحلة الثانوية ومرحلة الجامعية، مش عارفة ليش وأنا صغيرة شكلي ما كنتش نحب القراية، لكن بصراحة في المرحلة الثانوية كان دراستي يعني في المغرب في المدرسة الليبية في المغرب، فدكتور فلسطيني أنا كنت نحب الأدب، أدبي حببني في التاريخ، كنت زي ما نقوله في الليبي يعني نحفظ فيه زي المية يعني بسم الله ما شاء الله، يعني هو ليه الفضل بالدرجة الأولى والأخيرة بصراحة. أكيد طبعا كل المعلمين اللي هم الفضل إن هم علمونا وإن هم يعني كانوا معنا في بداياتنا، سبحان الله حتى تعليم لما نحط آلية للتعليم نحطت في بداية العمر بش كل شخص يتعلم وكل شخص يلقى ناس ان هم يمشوه وفي نفس الوقت يعلموه. انا في صراحه في هلبة كل مرحله تقريبا كان عندي معلم استاذ او ابله مأثرين فيها بشكل كبير، فانا نوجه لهم التحيه كلهم بدون استثناء لان فعليا كلهم أثروا فيها وكلهم هيك مجهود. لكن اكثر ناس فعليا يعني هذول اللي اكثر ناس هم أبلات وأساتذة اللغة العربية والدين، لأن فعليا هذا يا ما شفت منهم وفي نفس الوقت يا ما تعلمت منهم ويا ما حبيتهم ويا ما حبيت أكيد يعني هم لما أحيانا البنادم محتاج شوية ضغطة هيك بش إنه هو يطلع طبعا. ويعطي ما عنده. فالتحية لكل الناس اللي درسوني ونقول لهم كل عام وأنتم بخير في اليوم هذا يعني. طبعا دائما المعلم تبقى له مكانه مهمه جدا، هو في النهايه يقدم رساله في التعليم سواء كان في مستويات التعليم كلها. حناخذ معنا الاستاذه والمعلمه والمفتشه التربويه من القاهره صبريه مهدي. مساء الخير. مساء الدوش. اهلا وسهلا بك استاذه صبريه. مساء النور، نسمع فيك. كل سنه وانت طيبه. كل سنة بهذه المناسبة أتقدم لكل معلم ومعلمة بالتهنئة باليوم المعلم العالمي، نقول كل سنة وأنتم طيبين وأنت بألف إن شاء الله المعلم يتعدل الأمور يا رب. أمين. إن شاء الله يا رب أمين. أستاذة صبرية، خلينا نسألك في البداية، اليوم وإحنا نحتفلوا باليوم العالمي للمعلم، بحسب رأيك هل المعلمين اليوم واخذين حقوقهم بالفعل مقارنة بالدور اللي يقوموا به في تنمية المجتمعات يعني؟ والله هو المفروض ياخذوا حقوقهم بالكامل. لو نشوفوا للدول المتقدمة اللي تعتبر يعني متقدمة عندنا جدا، مثلا اليابان مثلا ناخذ كمثال، شوفوها كيف تتعامل مع المعلم، فتتعامل مع المعلم متوفر له كل احتياجاته من مركوب ومن حياة معيشية كويسة ومن سكن ومن راتب عالية. نعم، من امتيازات خاصة بالمعلم لما يشيل كل بيعتبر، لأنه هو بيؤدي رسالة، إن المعلم يعتبر رسول، لما يشيل يؤدي رسالة بتاعها ويدخل للتلاميذ بتاعها يعتبرهم كأنهم عجينة، فبيشكلها هو بأريحية لأنه لما يفكر في شيء
نعم حتى إلا العجينة اللي قدامها بشكلها تطلع منها مهندس طبيب هالطوية لا في مستقبل حياتنا شنو مخترعين حياتنا علماء الفاكر هما من يد المعلم في النهاية هما اللي بخلوا هذه الدولة متقدمة زي ما تصير في اليابان أو في كوريا الجنوبية أو الدول المتقدمة الأخرى هذا يفترض أن يكون لكن لما تجي تقولي يعني معلم كليزيا واخذ حظه لا معلم كليزيا مش واخذ حظه مش تقولي الان فقط لكن حتى قبل مش واخذ حظه بالكامل ولكن الان اكثر سوءا في هذا الرد العرب بما انك يعني هذا المعلم حقه مهضوم جدا جدا نعم بما أن اليوم العالمي للمعلم حابة توجهي رسالة لكل معلم ومعلمة في ليبيا يسمعوا فيك الآن رغم الظروف بأن هذه يعني بمجرد هذه المهنة فقط هي مجرد مهنة سامية ولها كل التقدير والاحترام شن توجهي لهم رسالة اليوم؟ رغم أن هم يجدهم رسالة كتب معلم أن يكون رسولا ولا موسي رسول صلى الله عليه وسلم من تعلم الموت إلى اللحظ وتعلم كل العلم ولو كان خصين فهما هذه الرسالة لازم تكون سامية لازم يكون عندهم ضمير ويتعاملوا مع النفس اللوامة اللي يكتبها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لأن هم ما يشوفوش الظروف هي كلها المتردية لما يدخل الفصل ينسوا كل المشاكل هي اللي موجودة عندهم وحاولوا يقدموا الرسالة أكمل وجه وحاول بقدر الإمكان هو يعطوا السلاميذ حقهم ويدخلوا لهم الدروس والمعاني وفي نفس الوقت تكتشفوا المواهب وتكتشفوا الناس العباقرة ويقدموهم للمسؤولين ممكن يعني حتصير نتيجة جيدة منهم إن شاء الله بعون الله تعالى. إن شاء الله. ما نقولش المعلم لازم يهمل، لا بالعكس المعلم يزداد نشاط رغم الظروف ورغم القسوة لازم يكون قوي جدا لأنه هو حامل رسالة. طيب انت تكلمتي بالضبط انت تكلمتي في نقطه مهمه جدا جدا وهذه تقريبا واحده من العقبات اللي واقفه في وجه المعلمين ان هم ياخذوا حقوقهم زي الدول الثانيه وهي الاخلاص في النيه والاخلاص في العمل هل بلوم على المعلمين يعني حتى ليبيا في الفتره اللي فاتت كان فيها حراك كبير من المعلمين انه يبوا زياده رواتب تامين صحي وعدد من المطالب وهذا حقهم لكن لما جاء الموضوع عند المسؤولين بدوا يتسبلوا ويقولوا ان لا المعلمين اليوم مش قاعدين يعطوا بنية اصلا العام الدراسي قداش يدرسوا فيه اصلا شن هو المنهج اللي يعطوا فيه للصغار انت شو رايك في النقطة هذه هل المعلم قاعد يعطي ايه قولي لنا انا عندي حاجة اول حاجة بقولها ان التخطيط في البداية خطأ لان المفروض هو من البداية يعرفوا قداش يبوا معلم يعني مثلا الحين نبوا 1000 معلم مثلا لمادة الفيزياء كذا لمادة الكيمياء، الحين لما نجوا نبوا يقدموا الطلبة على أساس يخشوا للتخصصات هذه لازم تكون في خطة مدروسة مش يعرفوا العدد اللي هم يبوا، لكن هم ياخذوا عمالة على الأطفال بحيث يزيد العدد يتكون لغاية ما في النهاية يقول لهم أنتم بروا لينا كذا، ما عادش عندنا بكم لازمة. فالاساس هو اساسا هو زي ما نقول حين تحيا والدجاجه خامله وراسها الاساس هو التخطيط من فوق هذا اللي خلى المعلم يوصل لهالدرجه لو ان المعلمين في حاجه بعدد محدود والناس اللي هم يبغوها والناس اللي فعلا بيمسكوا الفصول وبيدرسوا ممكن حالهم احسن لكن كل ما احنا نقولوا كثره مش عارفه تنقص الود قل ودلل فالكثره هذه هي اللي تنقص الود فالزياده هذه الكثره واللي هي من هيش لزمه وكذا هي اللي نقصت جدت المسألة أستاذة صبرية حتى المعلم يعطي أستاذة صبرية نبي نسألك على حاجة ثانية اليوم تقريبا بدت كل العالم ماشي للتعليم الإلكتروني وبدو خلاص في منصات ولليوم قاعدين في من ناس مدرسين هم اللي يشرحوا على المنصات هذه لكن في منصات ثانية أن هي ما فيش لمدرس يشرح لا شيء ممكن تخش تتبع خطوات وتتعلمي شن تبي في رأيك هل هذا يشكل خطورة على مستقبل المعلمين بشكل عام وممكن يسبب لهم مشاكل القدام أو بالعكس كل حد ومكانه وهذه إيه وهذه الأشياء تكمل بعضها؟ ما يمين في خطورة على المدرس وعلى الطالب بالنسبة للمدرس لأنه حيكون عدد يتقلص بسبب خطورة للمعلم هذه من نقطة لأن ممكن لما بتكون في منارة مثلا الفصول شوف قديش مدرسة وقديش فصل وقديش كل فصل يبقى معلم عدد كبير
لكن لما نجوا احنا بنديروا مثل اونلاين والحاجات هي خلال السوشيال ميديا والاشياء هذه كل عدد بسيط، مثل المعلم واحد ممكن يشرح لي كوما من الطلبه، فهذه خطوره. رقم اثنين الطالب اللي نحس فيه المتلقي، وخاصه طلبه احنا للاسف يلعبوا شويه طلبه نتاعنا وعايش في ظروف يعني صعبه وهروب الكهرباء والفقر والحاجات هي، فمرات يعني ممكن يبيع عليهم درس يبيع عليهم موضوع يعني يمشي يترحلوا وهم دماغاتهم فاضية. يعني السبب اللي قلت لي عليه هذا في تأثير سلبي على المعلم والطالب. أستاذة صبرية كل الشكر لك، صبرية المهدي المعلمة والتربوية والمفتشة، شكرا لك كل الشكر، ومرة ثانية كل سنة وانت طيبة، يا رب نعاد عليكم دائما لكل المعلمين في العالم وبالأخص في ليبيا بالصحة والعافية يا رب. دائما نقولوا علي ما فيش أي حضارة كانت في أي دولة إلا وكانت وراءها ضياء المعلم أو جهد المعلم. دائما نقولك في الحياة نسمع عن كلمتين، في سلاحين في الحياة هما العلم والمعرفة، للرجل وحتى للمرأة بشكل خاص يعني. أكيد طبعا عبير، في المناسبة هذه نقول لكل المعلمين كل عام أنتم بخير، وإن شاء الله كل سنة تكون ظروفكم أحسن من السنة اللي قبلها، لأن أنتم بالفعل الأساس اللي حيبني أجيال المستقبل. مزبوط. حنمشوا توا لفقرة تانية من فقراتنا وقضية جديدة نناقشوها في فقرة زوايا. فقرة زوايا اليوم علي موضوع مهم جدا منتشر في الفترة الأخيرة وبشكل كبير، رغم بأن العصر تقدم والعقول نوعا ما تنورت، كثير من الناس في عصرنا اليوم يستغربوا من فكرة الإجبار في الزواج أو فرضه على الأبناء ونحن في القرن زي ما نعرف 21. المشكلة الأكبر في زواج القاصرات، هذه المشكلة اللي صعب نعتبرها مشكلة فردية لأنها هي ضحية في المجتمع وبالتالي تأثر على كل فرد في مجتمعاتنا. بالضبط عبير، احنا خاشين على 2021 وزواج القاصرات ظاهرة ما زالت تفتك بمجتمعاتنا وتشكل أزمة كبيرة في تنمية وتطوير المجتمع، وحتى صحياً كنا نعرف أن الدراسات العالمية أكدت تأثيراتها على صحة المرأة ونفسيتها وربما على فرص الإنتاج، وأيضا في المجتمعات الأقل حظا. طبعا احنا نقصد بالإنتاج هنا هي أن المرأة تكون مساهمة في المجتمع وتنمية المجتمع بشيء يفيدها. الاتحاد النسائي في بلدية غات أطلق حملة توعوية حول زواج القاصرات داخل المجتمع الليبي، حملة وكانت تحت شعار مش قبل 18 سنة. تضمنت هذه الحملة ندوة حوارية تناولت الأبعاد الدينية والقانونية والاجتماعية والنفسية لهذه الظاهرة، بالإضافة إلى التأثيرات الصحية على المرأة المتضررة. طبعا الحملة اشتملت كذلك على معرض رسومات فنية وقيمة على هامش الندوة الحوارية يجسد مآسي زواج صغيرات السن داخل المجتمع. احنا اليوم حنتكلموا على الحملة هذه وعلى الموضوع بشكل موسع مع المشرف العام للحملة الأستاذة زمزم فاضل اللي تنضم معنا عبر الهاتف. أهلا وسهلا بك أستاذة زمزم. مساء الخير أستاذة. أهلين، مساء الخير، كيف حالكم؟ مرحبتين بك، الحمد لله. اليوم طرحنا موضوع قضية أو مهمة جدا أو ظاهرة زي ما نقوله. أنا حابة نسألك بداية من هذا السؤال أو من هذه النقطة بالتحديد، يعني المجتمع أو المجتمعات العربية بشكل خاص ترفض الطلاق في المجتمع، تعتبره أحيانا عيب، ولكن في نفس الوقت تقبل بهذا الزواج ألا هو زواج القاصرات، فبالتالي يصدر عنه مطلقات في المجتمع. ما رأيك في هذه النقطة أو في هذا التناقض؟ طبعا زي ما نعرفوا أختي أن الزواج أصبح في المجتمعات العربية هو عبارة عن فكرة على الفتيات، يعني بس هو يتهرب من أن البنت تكون عندها مشاكل في المستقبل لا سمح الله، أو أنه هو في مشاكل اقتصادية تكون عندها ليه، أو أي مشاكل أخرى تتعدد طبعا من حالة لأخرى، فإنه هو يلجأ لزواج الفتاة في عمر مبكر هروبا من عدة مشاكل، وفي نفس الوقت يفضل إنه هو يزوجها أفضل من إنه هي تكمل دراستها أو تحقق ذاتها في المجتمع. فهذه ظاهرة انتشرت في الوطن العربي، وأخرى أصبحت
موجودة بشكل كبير في ليبيا. طيب احنا في 2020 خاشين على 2021 وقاعدين نتكلموا على موضوع مفروض منهي من سنين اللي هو الزواج القاصرات. احنا طبعا قبل شوية كنا نشوفه في فيديوهات من الحملة اللي درتوها والندوة اللي درتوها، لكن نبي نسألك هنا يا هل درتوا دراسات على الموضوع هذا وعندكم أرقام على نسبة زواج القاصرات اللي موجودة في ليبيا اليوم؟ مش نقدروا نتكلموا على الموضوع إن لا هذه ظاهرة وفعليا موجودة بشكل كبير في ليبيا. حقيقة أول حاجة أنا حابة أنوه على أن الحملة مش قبل 18، هي مجموعة من مؤسسات مجتمع مدني نسائية على مستوى ليبيا 33 مؤسسة من 2019 قائمة بالحملة. طبعا جت الحملة نتيجة ارتفاع زواج القاصرات في ليبيا حسب دراسات قامت بها مؤسسات في طرابلس وفي مدن كبيرة في الشرق. بعد ما داروا دراسات هم وزاروا المحاكم وجابوا مجموعة من الأعداد سجلت لطلاق زواج صغيرات في السن وتزويجهم ومشاكل صغيرة معهم، اتفقوا انه هم يبدوا حملة مع بعض على مستوى ليبيا. الهدف منها اللي هو تعديل قانون الزواج في ليبيا. في الأغلب يعرف ان قانون الزواج في ليبيا لا يسمح بتزويج فتيات صغيرات ما عدا في مادة جيم قانون تعطي حق للقاضي انه هو يزوج الفتاة اذا رأى ولي الامر مصلحة في ذلك. وهذه الثغرة اللي موجودة في القانون الليبي هي اللي سمحت بتزويج عدد اكبر من الفتيات داخل المجتمع. نعم، هل نستطيع ان نقول استاذة زمزم بان هذا الموضوع او زواج القاصرات ينطبق فقط على الشرائح المستضعفة في المجتمع؟ يعني نعرف بأن في الفترة الأخيرة في ليبيا مشاكل اقتصادية كثيرة، الوضع السياسي الأمني الاجتماعي إلى غير ذلك، فهل نستطيع أن نقول بأن هذه الأسباب زادت هذه الظاهرة؟ في أسباب، هذه تعتبر أسباب وجيهة، وأيضا حتى أسباب العدم الأمان والحروب. نعم. المشاكل الأمنية الموجودة في ليبيا زادت من ارتفاع تزويج الفتيات. في بعض القصص أنا مرت علي أن في بعض أولياء الأمور بعد ما تهدمت بيوتهم وبعد ما صارت معهم مشاكل نزوح فكروا في تزويج فتيات في أعمار صغيرة خوفا على هذه الفتيات من الضياع أو من المشاكل اللي هو وجودهم في أماكن النزوح والمشاكل اللي تصير معهم. فهذا كان أكبر الأسباب اللي سببت ارتفاع تزويج الفتيات في ليبيا. طبعا المشاكل الاقتصادية هذه طبعا من أول المشاكل اللي تسبب في تزويج الفتيات. نعم. طيب احنا لو تكلمنا حتى على موضوع من ناحية موضوع الأسباب بشكل عام، يعني هل في رأيك ان حتى الوعي في المجتمع، يعني تشوفي ان ما فيش وعي كافي داخل المجتمع لمنع تزويج القاصرات؟ خاصة ان احنا نعرفه يعني في المجتمع الليبي، يعني عندنا فترة من الفترات كان فيه الوعي هذا ان لا البنت لين لازم ما تكمل قرايتها وبوها ما يعطيهاش لين تكمل قرايتها، فجأة بدينا نسمعه بزواج قاصرات في المجتمع الليبي. في رأيك هل مشكلة وعي هنايا واحدة من الأسباب؟ صحيح، في مشكلة وعي كبيرة. وفي شيء أنا حابة أنوه عليه اللي هو في مجموعة أو في أفكار متطرفة أو أفكار دينية متشددة بدأت تظهر في المجتمع الليبي مؤخرا. ففي في جماعة كبيرة موجودة داخل ليبيا تروج على أن في الشرع وفي الدين ما فيش أي نص ديني يمنع تزويج القاصرات، مستدلين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة في الموضوع هذا. وهذا اللي خلى نسبة هذه ارتفعت، يعني في نسبة وعي تغيرت، هي كانت موجودة زي ما قلت لكن تغيرت مؤخرا في مجتمعنا في ليبيا نظرا لعدة ظروف ممكن ذكرت منها أنا وممكن نذكر منها اللي هو التشدد الديني اللي قاعد يظهر بشكل كبير يعني في بعض المناطق بالذات. نعم. طيب عندما نقول يعني لا قدر الله عندما يغفل القانون أو يتسامح القانون في مثل هذا الموضوع، فبالتالي سوف تكون عندنا نسبة مطلقات وصغيرات سن بصراحة كثيرات في ليبيا وبشكل كبير،
هذا الأمر سوف ينعكس على أغلب الفتيات المطلقات في ليبيا نفسيا واجتماعيا، ربما تكون حياتهم شبه مأساوية بشكل خاص. يعني كيف نقول وأين حقوق الإنسان في هذا الموضوع؟ حقوق الإنسان والمعاهدات اللي مطابقة عليها ليبيا بالنسبة للمحافظة على حقوق الطفل وحقوق المرأة، هذه كلها لازم تكون ممثلة في القانون الليبي. القانون الليبي فيه ثغرات كبيرة بالنسبة لحقوق المرأة وحقوق الطفل. احنا كحملة مش قبل 18 هدفنا أو هدف الحملة من بداية 2019 اللي هو تعديل القانون بحيث إنه هو يكون فيه إنصاف للمرأة وللطفل، لأنها تعتبر هي من دون 18 طفلة، أكيد طفلة، مسؤولة أن يكون في تعديل القوانين بحيث أن تعطي للطفلة حق أن هي توصل لسن 18 وبعدها هي تكون قانونيا تقدر أن هي تتخذ قرار في الزواج والحاجات دي. طيب اليوم في عدد زي ما قلتي ان الثقافة بدت تتغير، بدت في مسببات لتغيير تفكير الاهل خاصة في تزويج بناتهم، وحتى في اسباب اجتماعية واقتصادية وغيرها وغيرها من اللي قاعدين نشوفه فيه، هذا كله واقع قاعدين نشوفه فيه. لكن للناس اللي قاعدة تسمع فينا اليوم ومقتنعة بأن هي لو عندها بنت لازم تزوجها إن شاء الله عمرها 10 سنين، الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا توا، لو توضحي لهم شن هي الأضرار اللي ممكن تلحق بالبنت لو تم تزويجها في عمر صغير؟ يعني طبعا اول حاجه لازم احنا نسمح للبنت ان هي تكمل دراستها، هذا اول شيء. كون ان البنت في عمر مبكر تزوجها فانت اهانه تكون تمسط حقها في انها تكمل دراستها، حتى لو انت تتفق مع الزوج ان هي بتكمل دراستها بعد الزواج فتتحمل فيها مسؤوليه فوق من مسؤوليه الدراسه، هي مسؤوليه الاسره. ثاني حاجه اللي هي احنا بنشوفها للتركيبه البدنيه للفتيات، في حالات تم تزويجها فقط لان التركيبة البدنية نتاعها أصبحت هي طويلة عريضة، فجسمها يقول لي لا جسمها مش جسم بنت أقل من 18 سنة، لا في أشياء يعني في جسم الفتاة مازال ما كملتش النمو نتاعها من غير أن الوعي نتاعها مازال ما كملش، التجارب اللي هي عاشتها في الحياة مازال تعتبر تجارب صغيرة. فمشروع الزواج ما هوش مشروع يعني نستر على البنت بس وخلاص، مشروع يعني بنبني أسرة، فهل أنا بتحط شخص قادر على بناء أسرة؟ هذا السؤال لازم يسأل الشخص بنفسه على ولي الأمر قبل ما يقدم عليه إن هو يجوز بنته. فإحنا ندعو ونقول لكل ولي أمر لازم إحنا نكون في كل قرارات ما يخص في أبنائنا بكامل الوعي، إحنا قاعدين نفس يعني أنا في أسرة مطلق ندير أسر ثانية يعني من أبنائي، مزبوط. فهذا الشيء لازم إحنا نفكر فيه بطريقة كبيرة ومن كل الجوانب يعني. نعم بصراحة هو الوعي يا أستاذة زمزم يتطرق إلى عدة نواحي اجتماعية اقتصادية وأيضا نفسية، عندما نقول الأسباب الدينية والأسباب القانونية وهي الأهم في هذا الموضوع، شن الأسباب اللي خلت هذه الظاهرة تكثر بزيادة في الآونة الأخيرة؟ هل من ضمنها هذه الأسباب؟ أكيد زي ما نوعت من قبل من ضمنها هذه الأسباب. نعم. اللي هي زي ما قلنا الاجتماعية والاقتصادية وانعدام الأمن، يعني في زي ما حكينا قبل شوية حالات ممكن مخوفهم على بناتهم يقول احنا بنزوجوهم، هذه كلها مؤثرة يعني هي مجموعة أسباب تختلف من منطقة لأخرى وقاعدة تأثر بشكل كبير على الفتيات وتزويجهم بشكل يعني متسرع. أستاذة زمزم ينتج عنا أشياء. أستاذة زمزم احنا تو لما تكلمنا انت اشرتي لموضوع الجانب الديني والافكار المتطرفة اللي بدأت تخش واللي حاولوا يقنعوا بها الاهالي، في نفس الوقت تكلمتي على ثغرات موجودة في القانون، في رايك هادم اهم نقطتين نصور وهم اللي ليهم علاقة وهم اللي يقدروا بشكل مباشر ان يوقفوا الموضوع هذا في ليبيا، في رايك شن الحل؟ يعني انتم حاليا قاعدين تناقشوا في تعديل القانون الليبي، هذا محتاج وقت، لكن فيما يخص الموضوع الديني هل حتتواصلوا مع رجال دين مع جهات معنيه بش يتواصلوا مع اهالي ويحاولوا يوعوا الناس من النقطه هذه؟ احنا
احنا في مواجهه كبير يصير مع 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 الجانب الاخر. احنا في معانا جهات، احنا في الحمله كان معانا مأذون شرعي وهو شيخ معروف داخل المدينه، هو معانا في جهه انه هو ضد تزويج القاصرات، وفي جهه اخرى مضاده. يعني انت قاعد في مواجهه مباشره مع الجهه الاخرى، يعني في جهه من اخاف يعني معروفين في الدين وشيوخ ومأذون وإلى ما ذلك، يعني مقتنعين ويجوك يعطوك آراء سليمة جدا يعني وأفكارهم جدا سليمة، ولكن في جهة أخرى متشددة زي ما قلت في البداية، وتعرف أن المتشددين دائما يكونوا متعصبين في أفكارهم، ويعني مش صح يعني باب النقاش معهم يكون صعب، وهذا شيء طويل الأمد يعني أكيد يحتاج فترة طويلة وجهد. بس انك انت تقدر تزيد نسبه الوعي داخل المجتمع، واللي بيزيد انه هو يرفق اكثر اللي هو القانون. يعني القانون ممكن زي ما قلت ياخذ وقت، هو اعلى سلطه اعتقد والفاصل الوحيد في هذا الموضوع. شكرا لك كل الشكر الاستاذه زمزم على وجودك معنا اليوم وعلى توضيحك الكثير من الامور حول زواج القاصرات. اعتقد موضوع مهم جدا علي، دائما زي ما نقول الجانب الاساسي في هذا الموضوع القانون، وثانيا للاهل. يعني نعرف ان الظلم مش حلو في الحياه، فحرام تظلم بنتك وهي في سن صغيره وهي في يعني في سن الورد. يعني انا اتذكر 16 سنه يعني 15 سنه يعني سن اللعب، سن الاصدقاء، سن اكتشاف الحياه، فما بالك زواج ومسؤوليه ومسؤوليات متعدده. اعتقد ان الظلم بحد ذاته يعني بالضبط. بشكل عام يعني حتى لما نتكلموا على زواج يعني نتكلموا على مؤسسه، نتكلموا على حوش مستقل، نتكلموا على إدارة منزل وبعد وقت حجوز صغار أو يعني إيه؟ كبار في العمر ومسؤولية هذا، فيبال إن بنت صغيرة يعني بالفعل هذا الموضوع مهم جدا. صدمتنا الأستاذة زمزم لما قالت إن الظاهرة هذه بدأت تنتشر، يعني اللي أنا نعرفه فعليا نعرف إن البنت بوها ديما يخاف عليها ويباها تكمل قرايتها ويباها تخدم، وحتى كانوا فترة من الفترات يشرطوا في عقد الزواج إن هي على رأس عملها لازم، كانوا يعني كلها تقريبا إنه البنت تخدم، إن هي لازم تكمل خدمتها، وهذا من باب الإنصاف من الأب تجاه بنته. لكن اليوم الوقت تغير، مش عارفين شن صار، نتمنى إن وقفة جادة باتجاه الموضوع هذا. يعني مضبوط علي، احنا نشكركم كل الشكر. أكيد كل ضيوفنا كانوا معنا في بداية حلقتنا اليوم. حنمشي لفاصل، بعد الفاصل فقرات يومك مستمرة معاكم، خليكم معنا.
لكم من جديد مشاهدينا، فقراتنا ما زالت مستمرة معكم لحلقة اليوم. وصلنا لفقرة جميلة جدا وهي للزميل علي ومن إعدادها، فقرة منصات. شكرا عبير على كلمة جميلة، يعني جميل. هذا من دخل صراحة. شكرا شكرا لك عبير. فقرة منصات زي كل مرة نفكركم بها، هي فقرة تختص بالأشياء اللي ممكن تستفيدوا منها في الوقت الحالي، والمواقع الإلكترونية اللي تقدروا تخشولها بشكل مجاني وتقدروا تستفيدوا منها وتديروا منها حاجة. عبير ومشاهدينا، اليوم حنتكلموا على موضوع مهم جدا، حاجة جديدة بدت في الوقت الحالي اللي هي البورتفوليو. البورتفوليو خلينا نشرحوها هيك بشكل عام. نتعرف على المشاهدين أكثر حتى باش الناس تفهم. إيه بالضبط. البورتفوليو اليوم اللي هي أصلاً هي بالأساس كلمة إيطالية بدو يستخدموا فيها بشكل كبير. البورتفوليو بالإيطالي اللي هي المحفظة أو التزدان. البورتفوليو هذا بدو يستخدموا فيه بشكل كبير بدل السيفيات، وبدل يعني اللي عنده شغل يقدر يدير موقع أو مدونة خاصة به يحط عليها شغله لما يبي يقدم عليه شغل أو يبي يوري هو شن قاعد يدير. يعني زي الهارد ديسك بس هذا موجود اونلاين، يعني انت لما تبي تبعتي لي حد تبعتي له بس الرابط او اللينك ويفتح عليه خلاص يشوف كل شيء عندك. طبعا الموضوع هذا احنا اليوم تكلمنا عليه مهم جدا، وقلنا انه هو مفروض انه يساعد، لان الموضوع بدي يعني بدينا نشوف الفتره الاخيره عبير بشكل عام في هلبة مشاريع صغيره بدات تندار، هلبة اعمال في البيوت بالضبط، ربات المنزل يعني الحلويات الحلو والحار وغيره بدو في البيت، الاعمال اليدويه والمشغولات اليدويه اللي يديروا فيها بشكل عام بدات منتشره. هم لحد الان لاقين موضوع الفيسبوك والسوشيال ميديا والانستغرام وهيك طريقه انه يوصلوا فيها شغلهم، لكن في طريقه احترافيه اكثر ويكون فيها تصميم معين هذا يساعد اكثر انه يوصل الشغل بطريقه احترافيه وبطريقه كويسه. طبعا خلي من غير مهندسين الديكور، مهندسين العماره، طلبه العماره اساسا يعني كل شغلهم في الجامعه يقدروا يرفعوه اول ما يتخرجوا يبعثوه للشركات، والمصممين جرافيك او غيره ممكن نقولوا اكثر الفئه هذه اكثر هي في نسبه. لان 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 كل ما كان الموضوع فيه صوره وفيه شغل مصور كل ما كان اسهل تصوير. خلينا باش نعرفوا الموضوع اكثر كيف يكون عبير. انا خشيت بس اليوم حندوروا في جوجل وحنخشوا على الصور في جوجل باش نشوفوا المبدا نتاع البورتفوليو كيف ممكن يكون. يعني مثلا زي هنايا هذا شكل لبورتفوليو لشخص كيف مستعمل الصور، كيف حاط التصميم بتاعه. على فكرة لما تشوف التصميم هذا عبير مش يعني حاجة صعبة وهيك، لأن اليوم سهل. بعد شوية حنتكلموا على مواقع تخلينا نديره زي التصميم هذا وحتى أحسن منه بألف مرة، ومواقع مجانية وسهلة. طبعا في هلبة تصاميم للبورتفوليو ممكن تندار زي هذا، طبعا لعرض منتجات او هيك، لكن بشكل عام كل حد عنده شغل يقدر يعرضه بطريقه احترافيه ويكون عنده موقع خاص. اليوم الموضوع بدا سهل جدا، مش محتاج لفلوس لا تمشي لشركه لا شيء. كيف عبير؟ عندنا اليوم موقعين، الموقعين هذو مجانيات. بالنسبة لوكس هذا طبعا من أشهر المواقع المعروفة في موضوع البورتفوليو، موضوع المدونات الرقمية بشكل عام، يعني الناس حتى اللي تحب تكتب هلبة وكي أكيد يعرفوه بشكل كبير موقع وكس. موقع وكس طبعا هو موقع مجاني لكن باش يعطيك خيارات زيادة بعد وقت يبدأ ياخذ منك. طبعا الموقع شرطه الأساسي أنك أنت طول ما فتحت عليه حاجة لازم تنشر عليها باستمرار باش يضمن تضمن ان يعطيك مساحه، كل ما نشرتي اكثر كل ما يعطيك مساحه يعطيك مساحه اكثر. إيه. لكن توصلي لمرحله ما انه يفرض عليك انك انت لازم تدفعي او تدفع من الاول باش تاخذي كل الديزاينات اللي موجود عليها والتصاميم الموجود عليه، تقدري تستعملي فيديو، تقدري تستعملي صور، تقدري تستعملي كل شيء باش توري شغلك بشكل عام. اعتقد انه هو فيه الخصوصيه وفيه العادي صح؟ كيف؟
شفت تحت تحت اي هنا اي هنا كيف تستعمل الموقع بك؟ اكيد موجوده في كل موقع هذه الشروط الخصوصيه وشروط الاستخدام وغيره وغيره. فهي بالفعل انه لازم اخش ونقراها في الاول باش نعرفوا حتى النظام امتى لازم ندفعه امتى لا وامتى هيك. هذا بالنسبه لواحد. في موقع ثاني هذا قديم هلبة والناس يعرفوه بشكل كبير اللي هو اسمه الووردبريس. الووردبريس تقريبا من اقدم المواقع المعروفه فيما يخص المدونات الرقمية وغيرها. اليوم مع التطور اللي صار وهيك اليوم بدأ يعطي حتى في ديزاينات محددة، يعطي في أشكال، يقترح عليك تصاميم محددة أنك أنت تعرض بها شغلك، تحط السي في متاعك، تحط هيك. في نقطة تانية على سيرة السي في عبير، الشغل هذا مش معناه سي في، يعني الرابط اللي حتطلعيه من هنا هذا تحطيه داخل السي في. السي في فيها المعلومات الأساسية طبعا. عمرك، اسمك، وين تسكني، رقم التليفون، المعلومات الشهادات الغيرة، هذه الأشياء الأساسية. بالنسبة لهنا يوري الشغل، يعني هنا لما نبي نمشي لناس نقول لهم نعرف نخدم واحد اثنين ثلاثة تعرف كيف. تخدم كيف يعني مثلا تبعت لهم فيديو الفيديو تقدر تحملي في حاجه اسمها شوريل حنتكلموا عليها الايام الجايه اللي هي فيديو، هذه خاصه بالناس اللي شغلها فيديو اكثر. لكن بالنسبه لهنايا هنايا صوره، تحطي حتى من حياتك الشخصيه بعض الصور، لو كنت مثلا تشتغلي في مشغل او عندك مشغل في المنزل او حتى المطبخ، يعني مثلا لو احنا تكلمنا مع السيدات اللي مديرين مشاريع في المنزل، المطبخ متاعها اللي تخدم به تقدر تصوره من اكثر من زاويه وتنزله، هذا كله حيدعمها وهذا كله حيوصل شغلها وحيوصل هيك. احنا قاعدين مبدئيا نستعمله في صفحات الفيسبوك، قاعدين نستعمله في الانستغرام، حاجه كويسه. لكن في من حاجه احترافيه اكثر اللي هي الاونلاين بورتفوليو، مجرد لينك تحط عليه شن تبي، تقدر تحط نص مع صورة مع فيديو مع كل شيء يوضح شغلك. ولو درتها بتصميم ان الشخص اللي يشوفه يقدر يخش من مكان لمكان بطريقة حلوة وطريقة مترابطة مع بعض، فحيكون الموضوع ممتاز جدا واكيد حيساعد هلبة ناس. هذه الحاجة اللي اليوم كنا نبغى نتكلم عليها عبير، وهذه المواقع اللي عندنا اليوم. شكرا لك علي، اكيد مواقع مفيدة جدا واستفدنا منها كلنا سواء انا ولا حتى المشاهدين، خاصة في موضوع السي في. حتى انا استفدت منها، انا حاجة جديدة هذه عرفتها تو وبديت نخدم على الموضوع هذا. قصدي السي في تلقى فيه مشاكل، كيف بنبعث بطريقة كويسة ومنظمة بروفيشنال وعملية، فموضوع مهم جدا بالضبط. وحتى السي في عادة احنا مش قادرين نحط فيه كل شيء، يعني السي في بس زي ما قلت لك المعلومات الأساسية. لكن انا ما عنديش خبرة، عندي المعلومات هذه لكن أنا نعرف نخدم، عندي مهارات للشغل. فنقدر ندير اونلاين بورتفوليو، نحط عليه شغل، حتى مقعمز في الحوش نصمم وندير في أي شيء نحطه ونبعته، فأكيد هذا حيقوي فرص أن البني آدم يلاقي شغل أو يوصل شغله للناس. أكيد علي. حنمشوا لفقرة أخرى مشاهدينا، وجولة لطيفة خفيفة في أجواء الفن في فقرة كلاكيت. فقرة كلاكيت هي مجموعة أخبار اختارهن زميلنا هاشم زروق. أول خبر اليوم أخيراً وبعد طول الانتظار تم طرح العرض الترويجي الأول لمسلسل ما وراء الطبيعة للكاتب الكبير أحمد خالد توفيق، حيث قامت منصة نتفليكس بعرض البرومو والذي يظهر فيها الفنان أحمد أمين في دور الدكتور رفعت إسماعيل، الشخصية المشهورة في عالم الرعب. طبعا تم اقتباس المسلسل من سلسلة روايات ما وراء الطبيعة والتي شكلت وجدان عدة أجيال قام بمتابعة أعدادها المنتشرة بشكل كبير في الوطن العربي. ما وراء الطبيعة من بطولة رزان جمال وآية سماحة وإسامة إبراهيم وإخراج عمرو سلامة، وسيتم طرحه للعرض في 5 نوفمبر القادم. خلاويس لا يوجد ما يسمى بما وراء الطبيعة. حرام نسرق الحق المعنوي لشوية الهوى اللي حرك الستاير ونديه لوحش أسطوري.
نسرق حق مفصلات الباب المصدية واجتهادها في التزيين، ونقول إن اللي بيقفل الباب عفريت. رفعت، لو عقلك لعبك خده على قد عقله. ما وراء الطبيعة مع ممكن مجموعة جديدة من الأسماء الجديدة في عالم الفن، حلو الواحد يشوف أكيد قصص أخرى تخص المسلسلات أو حتى الدراما، فشيء حلو يعني. بالضبط، ما وراء الطبيعة طبعا هي رواية مشهورة جدا، ويعني حتى الناس اللي تخش هلبة على اليوتيوب وتحب تسمع روايات مسموعة وهيك حتى تصادفها بشكل أكثر من كبير من كتر ما مشهورة هي الرواية. للأمانة أنا ما قريتهاش لحد اليوم أو ما سمعتهاش حتى، لأن ما نحبش الأشياء اللي عادة فائكة متاع رعب وخيال وهيك، فأنا هذا بس الواحد مرة يحتاج إلى القصص هذه، لكن كمسلسل أكيد لازم نشوفها. حنمشي الخبر فني آخر، حيث أطلق تويتر موقع التغريدات الشهيرة تحديا جديدا من نوعه لاقى رواجا كبيرا بين مستخدمي الموقع في الشرق الأوسط. طبعا التحدي هذا هو تحدي الكمامة، حيث تفاعل مع تحدي عدد كبير من الفنانين وظهروا وهم يرتدون الكمامات في تغريداتهم، حيث غرد النجم الكبير أحمد السقا قائلا: تماشيا مع التوجه العالمي لمواجهة الجائحة نطلق تحدي الكمامة لنشر الوعي. طبعا وقام النجم أمير كرارة بإعادة نشر التغريدات، كما انضم إلى التحدي مصطفى شعبان وندى بسيوني والمطرب سعد الصغير وعلي ربيع. هذا تحدي صراحه، هذا اسمه تحدي فعليا لان في منفعه للناس في الاخير، طبعا الوقت حساس ومهم جدا يعني، وبالعكس في فايده اكثر مما في مضره، وربما يعرض حياه للناس للخطر. طبعا هذه دعوه منا لكم ان كلكم تشاركوا في التحدي هذا وتنزلوا صوركم بالكمامه وتلتزموا. لازم غدوة نطلع بكمامات احنا مبدئيا. خلينا نمشي لخبر ثاني عبير. في احدث تطورات ازمه كورونا وخسائرها الماديه الكبيره، أعلنت دار الأوبرا الملكية في لندن بيع لوحة تعود إلى السبعينيات للرسام ديفيد هوكني، وذلك في محاولة حثيثة لجمع عائدات مالية في أكبر أزمة مادية تتعرض لها دار الأوبرا في تاريخها بسبب توقف الحفلات والعروض التي كانت تنظمها. طبعا حيتم عرض اللوحة للبيع في دار كريستيز للمزادات يوم 22 أكتوبر، وصل تقديرات ثمن اللوحة إلى 23 مليون دولار. صرح الرئيس التنفيذي لدار الأوبرا الملكية في بيان: إذ نواجه أكبر أزمة في تاريخنا، فإن بيع بورتريه ديفيد هونكي الرائع للسير ديفيد وبستر جزء أساسي من استراتيجيتنا للإنعاش أو الانتعاش عفوا. نزمة كبيرة يعاني منها قطاع الفن بشكل عام، يعني هي بما أن اللوحة تم الإعلان عن بيعها وكي أقل ما فيها حتنعرف وين حتمشي بالأخير. نتمنى أنها تنحل الأزمة هذه في القريب العاجل وترجع المسارح في أي مكان وأي كان، تخصصا أن هي تتعبى بالناس مرة ثانية. الحياة أكيد مستمرة لا تتوقف عند شيء معين علي. حنمشي الخبر آخر، يستعد النجم والمخرج الكبير كلينت إيستوود لإخراج فيلم جديد بعنوان كراي ماتشو، حيث سيشارك فيه أدائيا أيضا. تدور أحداث العمل حول مربي خيول يوافق على خطف ابن أحد الأشخاص من أمه مدمنة الكحول نظير مقابل مادي. الفيلم مقتبس من رواية تحمل نفس الاسم، صدرت في السبعينات للمؤلف ريتشارد ناش، وسيقوم بكتابة السيناريو لها نيك شينك صاحب فيلم جران تورينو. ولم تحدد بعد أي مواعيد للبدء في التصوير، حيث يقوم كلينت إيستوود بمعاينة مواقع التصوير واختيار الممثلين المشاركين معه في الفيلم.
هذا كان آخر خبر فني معنا اليوم. دائما نشكر زميلنا هاشم الزروق على إعداد هذه الفقرة، وحننفل فقرة تانية وملمح جديدة من ملامح الوطن. نعرف بأن ملامح ليبيا مميزة جدا، خاصة في التنوع في تركيبة المجتمع الليبي، وهو تنوع ينعكس إيجابا على إثراء التاريخ الليبي بالثقافات والعادات المتنوعة. طبعا من هذه المكونات الطوارق، أحد مكونات النسيج الاجتماعي الليبي والمميزين بعاداتهم وتقاليدهم اللي ما زالوا يعتزوا بها لحد يومنا هذا. بالرغم من هذا الوجود المهم للطوارق في المجتمع الليبي، لكن البعض منهم يعاني من بعض الظروف الصعبة. خلينا نشوف التقرير. الطوارق أحد مكونات النسيج الاجتماعي الليبي، يرتكز تواجدهم في الجنوب الغربي. اختلفت الآراء حول أصل الطوارق وسبب التسمية، فمنهم من قال إنهم يرجعوا إلى سنهاجة وهي قبيلة أمازيغية، أما أصل التسمية فالبعض قال إن نسبة للقائد المسلم طارق بن زياد، إلى أن المؤكد إنهم من العلامات المميزة في المجتمع الليبي بعاداتهم وتقاليدهم المتنوعة ومنها العمامة. العمامة لديها رمزية خاصة في مجتمع الطوارق، لها خصوصية في المجتمع الرجالي بالتحديد، ولها قيمة أيضا معنوية في هذا المجتمع. في مجتمع الطوارق عندما يبلغ الرجل لابد أن يضع العمامة أو تقلمش، بمعنى يعني العمامة باللغة العربية، واللسان أيضا يختلف من منطقة لأخرى، وطريقة وضع العمامة أيضا تختلف من منطقة لأخرى. أنا الآن أضع عمامة تسمى في مجتمع الطوارق بآلشو، ولها رمزية خاصة ولها مكانة خاصة في هذا المجتمع، لا تلبس إلا في المناسبات الأعياد والأفراح أو المهرجانات الثقافية مثل هذه. وتختلف أيضا مقاسات وأحجام هذه العمامة، كلما قل مقاس العمامة لا أريد أن أقول بأن تقل مكانة الشخص في المجتمع، إلا أنه ليس مثلا ليس بتلك الصفة في المجتمع. كلما زاد عمر الشخص مثلا شيخ القبيلة وكذا، كلما كانت العمامة تحت أطول في هذا المجتمع. بالرغم من أهمية الطوارق في المجتمع الليبي، إلا أنهم يواجهوا بعض المشاكل اللي عانوا منها من مدة طويلة. منهم أحمد صديق، هو رب عائلة يقيم في منطقة المردوم القريبة من بني وليد. أحمد يعاني هو وأولاده، فالبيت متهالك والظروف الاقتصادية صعبة، بالإضافة إن الدولة مش معترفة به كمواطن ليبي، مما زاد من معاناته. نحن كانت عندنا حقوق في ليبيا ما حصلناش، نحن حقوقنا من قبل حقوقنا هنا بالهول، ما عادش نحصل من حقوقنا شيء. قول للناس ما عندهم حقوق بكرة. نحن الطوارق قول مش بشر بكرة، والله في الناس تانيين قول مش بشر بكرة، والله حيوان خر منهم. عند الناس في الناس حيوان خر من الطوارق، والله أنا نشبع، والله ما نعرف سبب ما نعرفهاش. انت ما عندكمش حتى كتيب ولا رقم وطني؟ عندنا رقم إداري، ما عندناش رقم وطني. قال ضروري تقعد الحكومة ثابتة بديرنا ورقم وطني وكتيب. عندنا دارنا وضعائلات بس وبطاقات شخصية وملفات. كان يطلعك شهادة ميلاد، شهادة إقامة، يطلعك وضع العائلة. خاطي هذا ما نطلعهاش في أوراق. أي مكان تمشي تدور حاجة يقول لك رقم وطني، تقول ما عنديش يقول لك ما عندي رقم إداري، وحدين يقول لك ما نعرفش رقم إداري. رقم إداري ما يجيش بالزبط، محسوبين مش ليبيين، ولكن ما يقولناش أنتم مش ليبيين، يقول أنتم ليبيين، ولكن أصبر بس تيجي الحكومة تحصل أوراق. الحكومة في نص طوارق حصل أوراق، في واجرين حصل أوراق، حصل رقم وطني وكتيب زي الجفرة غادي، ولكن نحن سبها ما حصلنا شيء. من أنت عندك البطاقة الإدارية؟ إدارية ممكن 3 سنوات والله 4 بس.
بس اداريه ولا ثلاثه سنوات ولا اربعه قبل ما عندي شيء حتى رقم القيد خمسه سنوات بس عندنا رقم القيد لم تفي ليبيا حبيبي انا 1984 نهايه 84 وبعدها جيت هنا طول برضو هنا طول طلعت من سبا انت قعدت في سبا قداي سنه واجل المهم 99 جيت هنا 99 جيت هنا مردوم قعدت في مردوم من 99 الى اليوم إيكال أطفالي اللي ناسي فيه أطفالي هذا أصحب حاجة والثاني حاجة يمرضك واحد في الليل ما عندك حل باش ترفعها لمستشفى غادي والله ما عندك مادة باش ترفعها لمستشفى أيام تفكر في كيف تجيب اليوم حاجة بتغدى أهلك ما تعرفهاش ما تعرفش أنت تفكر ما تقدرش تمشي واحد تقول يحكيني حاجة هناك والله عارف أيام شيء نلمدوا فيه أحكاك فاضيات هذا لما الشكارتين ثلاثة نمشي بالوليد نبيعها غادي نجيب بها حاجة لأطفال لكن ما نبي نقول هذا في كاميرا العيب بعديك في البيت كيف تدير انت تعطيها زلباح كانك ما عندكش حليب مرات عندي حليب مرات نحصل حليب لي صغار مرات ما نحصل نحن طالبين من الدولة حيشان أول حاجة اللي طالبين حيشان وطالبين الضمان الاجتماع والعمل الشوابين طالبين ضمان اجتماع الشبابنا طالبين العمل يعاملونا كالبيين ولكن مش معاملة مادة معاملة لسان بس فهمت ولا معاملة لسان بس مش معاملنا يعني كلام بس كلام بس هالي بياخد دولار نحن ما نعرف دولار بكر شنو اسمه دولار بكر ها تعيين ما نعرف تعيين بكر باهي سبها غالي مرات يعين وحدين مرات يدير وحدين في الضمان انا حتى انا مشيت لدور الضمان قال لي مازال انت شاب انت شاب هكي قال لي الضمان اجتماع سبا تضامن قال لي مازال انت شاب نحن خاصتنا خاصة كبيرة والله مش سكا ولكن الله غالب نحن مستورين فيها الحمد لله رب العالمين نصيحة للشباب ثقوا في إمكانياتكم ثقوا في قدراتكم كونوا محظوظين الحظ يكتسب بالعمل يكتسب بتطوير المهارات بالتدريب وخلوا عندكم إيمان كامل بالله فكروا اخلقوا مشروعات جديدة اخلقوا أفكار جديدة شوفوا شن السوق محتاج شوفوا الأفكار اللي برا وطوروها ودخلوها لبلادكم أبدأ صغير وفكر كبير خلي طموحك كبير بالإرادة بالصبر أعطي وقت لمشروعك مع الوقت تلقى روحك أسست شغلك الخاص أسست علامة تجارية محلية تقدر تطلع بها حتى للعالمية بلادنا محتاجة لسواعدكم لأفكاركم لقدراتكم وإن شاء الله بالتوفيق للجميع
أهلا بكم مرة ثانية مشاهدينا. الطفل العنيد والكذاب بين الطبيعي والمرض، هذه فقرة حياتنا. يميل بعض الأطفال إلى تصرفات غير محببة كالكذب والعناد وغيرها، وهو ما يراه بعض الأهالي أمر مقلق وغير طبيعي، لكن الأخصائيون يعتبرونه جزء مهم من مرحلة النمو عند الطفل، كيف ومتى، والكثير من الأسئلة الأخرى حنناقشوها مع ضيفتنا في الاستوديو الأخصائية النفسية وتعديل السلوك ولاء براغمة. مساء الخير. أهلا وسهلا بك دكتورة. حالك اليوم؟ تمام الحمد لله. خلينا نبدو في الأول نقطة، خلينا نبدو بموضوع الكذب عند الأطفال، هل يعتبر أمر طبيعي أو لا؟ هلأ هو في البداية بيكون طبيعي، هم من سنتين لأربع سنوات، لأنه حتى لخمس سنوات، لأنه الطفل ما بيكون يميز لسه بين الحقيقة والوهم، فبتكون المستوى الخيال والإبداع عنده كبير. قاعد بيتطور، فممكن لسه ما بيفرق بين الكذب إنه هذا كذب أو لا. مع التكرار ومع التدريب وبتدريب الأهل وبالثواب والعقاب بيبدأ يميز إنه أنا هذا السلوك خاطئ اللي هو الكذب ولا لا. يعني ممكن نقولوا أسباب كثيرة تؤدي إلى الكذب عند الأطفال، لكن العناد عند الطفل في ممكن إشكالية عند الأهالي إنه يعتبر هذا العناد مشكلة، بينما هو في علم النفس أو علم الاجتماع شيء مهم. إحنا بنسميه عرض صحي. عرض صحي. يس، هو من سنتين لخمس سنوات لست سنوات، هذا إشي لازم يمر من مراحل نمو الطفل، من مراحل النمو النفسية والاجتماعية، فإحنا بنسميه عرض صحي. ليش عرض صحي؟ لأنه هو اللي بعلم الطفل ثقته بنفسه، وهو اللي بعلم الطفل الإرادة، وهو اللي بعلم الطفل الاستمرارية. فكيف أنا بتعامل مع الطفل في هاي المرحلة على أساسها طفلي بيعمم في السنوات الثانية. طيب الطفل العنيد عادة عنيد لأنه يقوم بفعل أشياء الأهل مش راضين عليها، أكثر شيء ربما الكذب. هل الطفل العنيد لازم بالضرورة يكون طفل كذاب أو لا؟ يعني ممكن يكون عنيد في أشياء لكن ما عندهاش صفة الكذب. حسب كيف أهله بتعاملوا معه. إذا أنا تعاملت مع طفلي في مرحلة العناد بالعقاب وبالإصرار إنه بدك تعمل هاي الشغلة مش بكيفك غصبا عنك، هو كوسيلة دفاع بيلجأ للكذب حتى هو إما يتجنب العقاب أو يحصل على الإشي اللي بده إياه من أهله. نعم. طيب صفة العناد إذا استمرت في الطفل أو الطفلة، يعني أعتقد أنها تخلق مشاكل للأسرة بالكامل، كيف يتم التصرف؟ هلأ بدها تتأكد الأم إنه من سنتين لست سنوات هذا الإشي طبيعي ولازم أنا أعرف أتعامل معه. كيف بدي أتعامل معه؟ بالدعم والتشجيع. هاي المرحلة لازم الطفل يحس بأهميته. هلأ من سنتين لثلاث سنوات الطفل، من سنتين لخمس سنوات الطفل بصير يكتسب، صار يقدر يحكي، صار يقدر يأكل، صار يقدر يلبس، صار يقدر يتحرك، فهو بنظره إنه أنا صرت قادر على كل شيء وأنا بدي أحصل على استقلاليتي. إذا الأهل ما احترموا هذا الإشي وما عرفوا يتعاملوا معه بأسلوب الحوار والدعم، فبصير هلأ تطلع المشاكل اللي هي الإهمال واللامبالاة والضرب، وممكن إنه يحرجها قدام الناس، وممكن يوقع على الأرض يعمل حاله إنه هو صار فياته إشي إلى آخره. هي السلوكات الناتجة عن العناد. طيب في يعني شيء دارج أو بين الناس إنه يقولك الطفل لما يكون عنيد في الصغر لما يكبر لازم يكون العكس والنقيض، يكون شخص راكز وهادي، بينما العكس صحيح، لما يكون هادي في الصغر لما يكبر يحاول إنه هو يعوض اللي فاته. هل النظرية هذه صح أو لا؟ يعني هي كيف بدي أحكي لك، صحيحة ومش صحيحة. صحيحة ممكن اجتماعيا، بس هلا أنا طفلي عنيد بدأ إنه بده يبين على الدنيا، وأنا ضليتني زي ما بنحكي أحد منه، أحد 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 أحد، بنشأ الطفل لما يكبر خجول وخاضع، وإحنا بنحكي قال إنه متزن، هو لا مش متزن، هو إنه خاضع وخجول وبيمشي مع التيار زي ما بنحكيها. أما الطفل الثاني هو عنيد وأصر على عنده وأمه عرفت تتعامل معه، بنشأ طفل عنده استقرار نفسي، بيعرف متى يحكي لا، متى يحكي متى يتصرف، متى لا.
نعم، يعني قديش مهم بأن الأم أو الأب يصدقوا كذب الطفل؟ هل هو شيء مهم حتى الطفل ممكن يخفف من هذا الكذب أو الموضوع عكسي؟ هلا أنا بدي أعرف ليش ابني بكذب. في البداية. بالبداية لازم أعرف ليش ابني بكذب. ابني بدور على الاهتمام. ابني بده يبين، بده يتفاخر، بده يبين انه هو موجود. ابني مش حاسس بالامان لانه كلها هاي اسباب للكذب. ابني مش حاسس بالثقه اني انا بثق فيه، كلها هاي بتؤدي للكذب. بناء على السبب انا بتعامل مع طفلي لانه كل سبب له حل. طيب انت في البدايه قلتي نقطه مهمه فيما يخص موضوع الكذب، ان الطفل بيكون في عمر الصغير مش قادر يميز بين الحقيقة والوهم والخيال وغيرها. هل نفهم من النقطة هذه إن حتى التخيلات اللي تخيلوها الأطفال أصحاب الخيال الواسع هذه يصنف إنها كذب؟ لا طبعاً ما بتصنف إنه كذب، هو إشي من النمو. بالعكس أنا ممكن عن طريق الخيال أستدل إنه طفلي كيف بيفكر أو إيش الإشي اللي هو بيدور عليه. الكذب بمر بثلاث مراحل عند الأطفال. المرحلة الأولى إنه هو أنا كذبت أنا تعاقبت، بفهم إنه هذا الكذب بيجيب إشي مش كويس لإلي. بعدين شوي لقدام كلما يكبر شوي بصير أنا كذبت أنا تعاقبت بس ماما لسه زعلانة، معناته إنه الكذب بحد ذاته إشي مش كويس، مش بس انه هو مقترن بالعقاب. بس يكبر شوي بيعرف انه هاي شخصية الكذاب بالمجتمع مش محبوبة، فانا عشان ما اضلني محافظ على اهتمامي واحترامي ما بدي اكذب. طيب دائما الامهات يعني تكون عندهم هذه المشكلة، يعني ايهما اكثر مفعول على الطفل، العقاب ام زعل الام؟ يعني حتى ربما يبتعد الطفل عن هذا السلوك الخاطئ. احنا دائما نحكي للامهات انت لما تعدي سلوك طفلك خلي حبك مش مشروط، يعني مش انا عشانك انت اليوم كذبت بطلت احبك، انا بحبك دائما بس انا ما حبيت هذا السلوك منك او هذا السلوك زعجني. الاطفال اللي في المرحله العمريه الاولى بيهتموا كثير بعاطفه الامومه وبحافظ دائما انه امي تشوفني احسن الناس، امي تضلها تحبني. فممكن زعل الام بسبب السلوك يجيب نتيجه، اما انا ما اقرن حبي لابني بالسلوك بعدين بصير عندهم لا مبالاه. احنا في حلقات سابقه من برنامج يومك طرحنا فكرة إن ربما يكون الأهل سبب غير مباشر في تعليم أولادهم الكذب. يعني الأم لما تحاول تقنع ابنها إن بشيء معين فتحاول إن هي تكذب عليه حتى لو كانت كذبة بيضاء، الخرافات والأشياء اللي خوفوا بها يستعملوا فيها كقصص خرافية أو حتى كذبة بيضاء زي ما نقول باش يخوفوا فيها بها الأطفال في سن صغير، لما يكبر الطفل يكتشف إن هي كذبة فيتعلم الأساس هذا. هل النظرية هذه صح أو خطأ؟ يعني خاطئة يعني. لا صحيحة، لأنه عشان هيك دائما مفهوم الصدق مختلف عند الأطفال لأنهم بيعيشوا في بيئات مختلفة. والاستقرار عند الطفل زي ما حكينا، لما أنا أحكي لما أحكي لابني اليوم ما بدي ألعبك بكرة بدي ألعبك، لازم أنا بكرة ألعبه، إنه مش خلص أنا زي ما بيحكوها خدرته بوقتها علشان ما خلص عشان خلص وبعدين خلص بيجي اليوم الثاني. ماما مش أنا حكيت لي اليوم بدك تلعبيني، لا خلص ما بدي غيرت رأيي. في إشي تاني ممكن في أم ما بدها تشوف جارتها اليوم أو مشغولة، تروح تحكي لابنها خليهم احكي لماما، احكي لها إنه ماما مش موجودة. تمام. هاي الأمور هي اللي بتصير عند الطفل زعزع. أنت بتقولي لي ما تكذب، طب أنت بتكذبي. بالمدرسة نفس الشيء، بالبيت نفس الشيء، فبكون مفهوم الصدق عندهم لسه مش مكتمل بالشكل اللي إحنا بنتصوره منهم. طيب لو تكلمنا عن نصائح هامة أو نصائح ممكن ربما يقدروا الآباء أو الأمهات يتعاملوا مع الطفل سواء كان الكذب أو حتى العنيد، يعني هلا بأي سلوك في الدنيا بأي إشي بدك تكوني هادية، لأن عشان الطفل يستقبل منك أنت بدك تكوني هادية ومصطلحاتك واضحة. لأنه أنا لما أعصب وأنرفز ممكن أصلاً بعض المصطلحات ما أكون أنا نفسي مو سامعها. فأهم إشي الهدوء في التعامل مع الطفل والكلمات الواضحة، وأهم إشي والأهم اللي هو زي ما إحنا حكينا الاستقرار والثبات. لا ليه؟ لا
يعني لازم يكون في حزم بالموضوع. سبب واقناع يعني. يس الحوار لازم. انا لما بدي احكي لطفلي العنيد لا، بدي اشرح له ليش لا، حتى لو هو ما رضى، بس اقل ما فيها انا شعرت، انا حسسته بالاهتمام واني انا سمعتك. طيب فيما يخص الاهالي وتعاملهم مع الموضوع هذا، احنا تكلمنا لنقطه ان الاهالي ربما يكونوا بسبب قصد او من غير قصد في ان الاطفال يتعلموا الخصله هذه. في من بعض الاجابات عند الاهالي تكون تابو او حاجه محظوره ان هي تنقال للطفل، في نفس الوقت لو استعملوا عكسها حيكون هذا كذب، يعني تحصيل حاصل ان هم ماشيين في طريق الكذب على الطفل. احنا كيف بيكذبوا على الطفل؟ بيكذبوا على الطفل يعني لاسباب معينه، عندهم سبب مقنع ان هم لازم يكذبوا عليه. هنا كيف ممكن يتصرفوا؟ هل يكذبوا ويوضحوا له بعد فتره ليش كذب؟ ام هلا يعني بالبداية ما تكذب، لأنه أول على آخر راح الإشي يبين أو ينكشف، لأنك أنت عايش مع الطفل وهو يعني 24 ساعة معك وهم دقيقين الملاحظة. الأشياء اللي إحنا بنتصور إنهم هم ما بينتبهوا لها هم بينتبهوا لها. لو أنا اضطريت مثلاً أو كنت بموقف كتير فيات ومضغوط وبتصير كتير مع الأهالي، ممكن أنا أوضح له وأعتذر له علشان يفهم انه انا هذا السلوك الانسان بيقدر انه يعتذر عليه، واني انا هلا انا صادق معك وبدي اوضح لك اني انا كذبت عليك، فهو بيعرف انه الصدق هو المناجاة مش الكذب. طيب احنا في زمن كورونا وفي زمن اخبار كورونا وغير، دائما اسئله الطفل حول هذا الموضوع متعدده وكثيره، يعني احيانا الاب او الام يخاف انه هو يصارح الولد بانه في فيروس برا خارج البيت، وفي امور كثيره لازم الواحد يراعيها، كيف يتصرف الاب والام؟ احنا دائما نحكي للاهالي كون واقعي وافهم فكره واحده، انه طفلك بيفهم يسمع منك ولا يسمع من غيرك. انا بقدر حسب كل مرحله عمريه ابسط المعلومه لطفلي، بس انها تكون صادقه وواضحه. طيب علاقة يعني احنا تكلمنا هذا شنو يأثر على الطفل كطفل وك كائن مستقل، لكن على مستوى العلاقة بين الأهل والأطفال، هل ربما سلوك الأهالي سواء كان تعنيف الأطفال بسبب الكذب وفي نفس الوقت هم استخدامهم للكذب في بعض الأحيان، هل هذا ممكن يزعزع الثقة أو العلاقة ما بين الأهل والأطفال ويغير نظرة الطفل لأمه وأبوه؟ هلا هو اكيد رح يزعزع الثقه بين الاهل والاطفال، واصلا انا مو في كثير من اسباب الكذب اني انا الطفل بيلجا لعمليه الكذب علشان يخفف من العقاب، فاستخدام العقاب بطريقه متكرره وبطريقه دائمه اصلا هي من عوامل انه الطفل يكذب، او من عوامل انه الطفل يصير عنيد بزياده، عشان انا بدي احقق استقلاليتي، رضيته ما رضيته انا بدي احققها. بصراحه معلومات مهمه جدا، كل الاهالي اكيد استفادوا من هذا الموضوع المهم جدا وهو الكذب والعناد صفتين اكيد المهم احنا نتعاملوا مع اطفالنا حتى يجنبوها. شكرا لك وللشكر اخصائيه نفسيه ولا ضرر ما شكرا لك. شكرا لوجودك معنا. طبعا تو احنا وصلنا لمحطه جديده، محطه ثقافيه واضاءه جديده على الانشطه الثقافيه والفنيه لابناء الوطن سواء كانوا داخل ليبيا وخارج ليبيا. خلونا نشوفوا هذه الفقره اللي عدها لنا مراسلنا عبد المنعم اجهمي، اخذنا لاسبوعها الشعريه للشاعر يوسف الشريف، كانت قد اقيمت في بيت الثقافه في مدينه سبها، نتابع. او شاعر العرب او خطيب الشعراء في ليبيا، أهمها حفظ القرآن الكريم. وكان والدي يحمل القرآن بعشر روايات. يا مرحبا بعد السلام تحية ممزوجة بالمسك والريحان، يا ملتقى الأدباء أعني شملكم. تم التنسيق من الأستاذة حميدة لملوم مديرة المكتب الثقافي لمكتب الثقافي سبها على التنسيق لإقامة أسبوع شعرية تمت استضافتي فيها بمناسبة فوزي وتتويجي بلقب شاعر العرب في تونس في يوم 23 يوم 28 2.
2020 وبحصولي على لقب خطيب الشعراء في مدينة مصراتة وعلى شهادة أفضل موهبة من مكتب الثقافة والإعلام. فأنا شعري يكون مازج صراحة بين الأدبين، الأدب الكلاسيكي والأدب الحديث. حميدة الأملي مدير مكتب الثقافة سبها. نحن اليوم في أسبوعها في داخل الصالون الثقافي استضفنا فيها الشاعر الشاب الخلوق يوسف شريف، تشجيعا منا طبعا لإبراز دور الشباب في كافة المجالات بمواهبهم المتعددة والمختلفة، وخصوصا أن هذا العام رفعنا شعار دعم الشباب أو فئة الشباب والرياضة. فمن هذا المنطلق كان استضفنا أو وجهنا دعوة للشاعر يوسف شريف. طبعا عبير، وعد منا للمشاهدين خلال الايام الجايه حنستضيف شاعر معانا وحنتكلموا على الاصبوحات الشعريه والامسيات الشعريه يلي ما زالت موجوده لحد اليوم لكن مش بشكل كبير زي ما كانت زمان، واكيد حنناقش الموضوع هذا بتوسع. مظبوط علي، من الادب والثقافه الى الرسم ومعانيه العميقه والجميله حننتقل معاكم الى صوره اليوم. خلونا نشوف الصوره. شنو المثل هذاك نتاع اللي عنده كوشه وراقد في الصيف؟ شنو اسمه؟ مش عارف. المهم من نحفظش في الامثال هلبا، لكن اللي فهمته ان الهموم موجوده في هي الحياه. هي في مثل الدين دينا عندنا يعني لكن في مثل الهموم وكثره المشاكل وكثره الضغوط، الحياه اليوميه والكثير من المسؤوليات، مهما كانت هذه الامور هو لازمه اكيد الضحكه والاراده والعزيمه والصبر على كل هذه الامور حتى لو كانت صعبه، فان اكيد كل شيء له حل في الحياه يعني. بالضبط، هي في مثل ما نعرفش اني راح مني بالضبط، لكن هي خباز وراقد في الصقع او عنده كوشه وراقد في الصقع، فان هو عنده شيء وهذا هو ملكه لكن مش قادر يستعمله ليه هو. فهذه تصير مع هالبنات يعني، تبدا عندهم الشيء بين ايديهم لكن في نفس الوقت هم يا اما مش مركزين عليه يا اما ما عندهمش ثقه في نفسهم ان هم يستعملوه، ان لا انا عندي الشيء هذا او الملكه هذه، مش قادر يستعمله يعني بشكل. انا بصراحه شفت فيها الهموم زي ما قلت لك علي، شفت فيها ايضا حلاوه، ركزت بان في عجله ما شاء الله. إيه؟ فهو عنده ما شاء الله 60 عجله ما فيش ولا واحده. نفس الوقت هو يا اما العجل هذو من اللي عنده يا اما خلينا نقول يا اما ما ينفعوش، لكن مستحيل العدد هذا تكون فيهم واحده، لكن ما عنداش ثقة إن هو يستعمل واحدة منهم يعني. الشيء الحل قدام عيونه بس مش قادر يستعمله ومش عارف إن هو يستعمل. هذه كانت صورتنا اليوم، ألف معنى ومعنى نقدر أكيد نستفيدوا منها، سواء كان للصبر أو لكثرة الهموم أو الابتسامة للحياة أو لمعرفة الصديق الحقيقي من الصديق الغير حقيقي. هيك كملت حلقتنا معكم اليوم الاثنين، غدوة حلقة جديدة بفقرات جديدة بكل أشياء جميلة أكيد نقدموها لكم. نشوفكم غدوة على خير، إلى اللقاء.